لو أتيح لك الشوف وش أكثر شيء ودك تشوفه؟ الجمل. الجمل؟ إيه. سبحان الله. وأنت عام؟ أنا. إيه. والله أنا ما أدري والله أنا ما ودي أشوف. ليش ما ودك تشوف؟ والله خذت الدنيا والحمد لله أخذنا اللي من حقنا منها ولا أحتاج شوف. سبحان الله. لا. أبداً. قل الرسول صلى الله عليه. اللهم صل وسلم. من ابتلي في حبيبتي فصبر فله الجنه. الله يرزقنا الصبر امين والجنه ان شاء الله. اللهم امين. خالي هلا. هل الاعمى يميز الجمال؟ الجمال المرئي ايه. لا. طيب هل تقدر تميز بين يعني اي شكلين مراه شيء؟ وش الجمال عندك؟ شوف الجمال صعب ان يوصف اسنانه. يعني انت قاعد تقول لي صوره صعب تحطوا لي هذا غش. طيب الصلحي ما تقول انت جميل؟ اي صلحي جميل. اي تمام. اوس لو ودك تشوف وش الشيء اللي ودك تشوفه؟ ما ودي. ليش؟ شو هو احنا كنا نتعلم تعلم مره ثانيه؟ إيه؟ سبحان الله. انا مثلي طب انا بسالك السؤال ده. انا صدق يلا لو تبي تشوف شو ودك تشوف؟ انا ايه الصدق ايه امي. سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله. طيب انا بسالك سؤال ثاني الحين. انت تشوف سواد؟ انا اصلا ما ادري وش اشوف زين يعني ما تع... اي صح ما تدري وش الالوان. ما ادري وش اشوف عشان اقول انا اشوف سواد ولا اشوف بياض. السواد وش اشوف؟ انا بكبر ما ادري وش معناه اصلا. يعني كانك منطقة ظلمة ما بينها ابدا. اي ظلمة ظلمة سواد عندنا. لا لا انت تشوف يعني انت تعرف معنى الشوف وش. طيب الحلم شلون تحلمون؟ الحلم باللي نعرفه سمعي. يعني الحلم عندكم سمعي؟ اي انا سمعي. سبحان الله. تشوف الحلم بالسمع.